شهد عباد بن بشر المواقف كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من الأوس، وكان من البدريين، وكان حاملا لكتاب الله عز وجل. ونحن في رمضان نتحدث عن أهل القرآن. منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بعينها لا تهجع، فهموا عن الملك العظيم كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع. لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا من غزوة ذات الرقاع، اتخذ شعبا من الشعاب حتى يبيت فيه الليلة، فقال: من يحرسنا الليلة؟ فقام عمار بن بشر وعمار بن ياسر وعباد بن بشر وقال: نحن يا رسول الله. فتحاورا فيما بينهما، فقال عباد بن بشر لعمار بن ياسر: أي شطري الليل تؤثر أن تنام؟ قال: أنام في أوله. فقام عباد بن بشر منتصبا يصلي بين يدي ربه، وكان الليل ساجيا وادعا هادئا، وكان يحب أن يجمع بين متعة التلاوة ومتعة الصلاة، فطفق غارقا في البحر الإلهي يتلو ما تيسر من سورة الكهف العظيمة، وهو يتأمل ويتدبر ما فيها، حتى جاء أحد المشركين وقد سبيت زوجته وأقسم باللات والعزى ليلحقن بمحمد وصحبه ولا يريقن منهم دما. فلما رآه علم أنه الحارس، فنثر من كنانته، فأصابه سهم فانتزعه عباد وواصل قراءته، ثم سهم ثان وثالث، فأيقظ عباد بن بشر صاحبه عمار بن ياسر وقال: استيقظ، لقد أثخنتني الجراح. فقال له عمار بن ياسر: هل أيقظتني عند أول سهم ضربت به؟ وهنا تأتي العلة ويأتي التبرير. قال: كنت في سورة أحب أن أقرأها، ما أحب أن أقطعها، ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بثغر أن أحميه لكان قطع نفسي أحب إلي من قطع السورة.